ناقش مراسل العراقية نيوز الزميل محمد سلام مطروحة ماجستير حول بنائية الفيلم السينمائي التي تناول فيها مصطلحات جديدة لم تعتدها المواضيع البحثية في الجامعات العراقية ليمزج بين المهنة والعلم. نتابع. مصطلحات جديدة لم تكن من قبل مواضيع بحثية في الجامعات العراقية. تمثلات التابو والطوطم في بنائية الفيلم السينمائي هي مناقشة رسالة الماجستير الموسومة التي خاض غمارها الزميل محمد سلام مراسل العراقية نيوز. سلام كانت له مسيرة في العمل الإعلامي حيث عمل من خلالها على تغطية نشاطات كثيرة في أصعب الظروف، ولإكمال مسيرته المهنية وجد من إكمال دراسته واختيار هذا الموضوع مزجا بين المهنة والعلم. إن شاء الله ستكون الدراسة الأولى المختصة في مكتبة الفنون الجميلة. أهدي هذا ثمرة هذا النجاح إلى كل العاملين في شبكة الإعلام العراقي من الإدارة إلى الفنيين إلى جميع الزملاء، وإن شاء الله سينعكس هذا البحث في حياتي المهنية والعملية إن شاء الله. موضوع البحث عده الأساتذة الأول من نوعه على مستوى الجامعات العراقية وربما في الوطن العربي حسب ما ذكره المناقشون الذين أبدوا استحسانهم لاختيار عناوين يمكن أن ترفد القطاع العلمي بما هو جديد. كانت ملاحظات السادة أعضاء لجنة المناقشة كانت ملاحظات قيمة، وما كتبه محمد يعني يستحق فعلا كل التقدير وحصل على الامتياز. الرسالة كانت جيدة وجهد الطالب كان واضح يعني بها، رغم بعض الأمور اللي كانت بسيطة تحتاج إلى تعديلات، لكن كموضوع كان موضوع جيد وما متطرق إليه من قبل. قيم عديدة تمكن الباحث الزميل محمد سلام من إثارتها في رسالته بتناوله أهم المواضيع التي يعيشها العراق دينيا واجتماعيا وسياسيا، والتي أثارت بدورها اهتمام الطاقم العلمي المشرف والمناقش للبحث. استطاع الباحث أن يوظف بحثه للجانب الفني وفي نفس الوقت القيم الاجتماعية والقيم الفكرية والقيم الجمالية ظهرت في هذا البحث، مما دعم الفكرة أنه المقدس كيف يؤثر على المجتمع في الجانب الإيجابي وليس في الجانب السلبي، وعلينا أن نحترم المقدس بشكل عام لكافة الأديان ولكافة الطوائف كي يبقى العراق موحد صامد بأهله وبشعبه. ومع انقطاع الزميل محمد سلام عن جمهوره بسبب الدراسة يعود من جديد إلى الشاشة نجما لامعا كما اعتاد من قبل أن يطل بمواضيع ساخنة. من بغداد زيد المصطف، العراقية نيوز.